أصر المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي وفريق الحملة على أن يؤكدوا أن هذا هو عمل جماعي، ولهذا هذا البرنامج سيتقدم به كل من شارك فيه من الخبراء والباحثين والشباب، لأن قوام هذه الحملة ورسالة هذه الحملة هي الشباب، وهي رسالة إلى المستقبل، ومرشحنا نفسه هو جسر ستعبر عليه هذه الأجيال الشابة لكي تقود مصر، وهذا حقها، وهذا هو ما تنتظره مصر منها. لكن قبل الدخول في هذا البرنامج نريد أن نقول أن مصر لن تتقدم في طريقها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، الكرامة والاستقلال الوطني إلا إذا استطاعت أن تتغلب على عقبتين ظهرتا بشكل واضح بعدها. العقبة الأولى هي مكافحة الإرهاب الأسود الذي يتحدى المصريين ويتسبب في نزيف دم، والقضية الأخرى هي العدالة الانتقالية والقصاص لشهدائنا ولمصابينا في إطار عملية كاملة. نبدأ بالقضية الأولى المطروحة وهي مسألة مكافحة الإرهاب، ويقدم رؤية البرنامج فيها الأستاذ عمرو صلاح. مساء الخير على حضراتكم. يمكن قبل ما أتحدث عن ملخص أو المحتوى الرئيسي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، هناك شيء واضح لنا جميعا وواضح لنا من تجربتين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. التجربة التي عانتها مصر في التسعينات، وكان واضحا لنا جميعا أن هذه التجربة لم تنتج سوى المزيد والمزيد من الجماعات الإرهابية، حتى وصلنا إلى لحظة أن حكمنا أحد أبناء هذه التنظيمات المتطرفة. والتجربة الحالية التي نعيشها والتي يبدو أن هناك فشلا فيها لأنها قاصرة أو مقتصرة على شق واحد فقط، ونرى أنها لم تكن بالفاعلية المطلوبة، وبالتالي هذه الاستراتيجية هي مسؤولة بالأساس عما نعانيه الآن. وعليه فقد تم أخذ عدد من الجوانب في الاعتبار، وعمل فريق متخصص من الباحثين والأكاديميين داخل حملة السيد حمدين صباحي على وضع ما أطلقنا عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة جوانب أو ثلاثة مسارات متوازية. المسار الأول هو المواجهة الجذرية القائمة على تجفيف منابع الإرهاب بتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر وغياب فرص العمل كأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إنتاج التطرف والتجنيد لصالح مثل تلك التنظيمات المتطرفة. المحور الثاني وهو متعلق بالمواجهة الفكرية والثقافية للإرهاب، وذلك من خلال مسؤولية الدولة عن دعم الخطاب الديني الوسطي وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بمواجهة خطاب العنف والتحريض الديني والطائفي، ودعم الدولة وتشجيعها لحركة الثقافة والفن والأدب وصناعة السينما وثقافة المواطنة. وأعتقد أن لدينا مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا المحور سوف يتفضل عدد من الزملاء بعرضه عليكم بالتفصيل. المحور الثالث وهو الخاص بالمواجهة الأمنية، والمواجهة الأمنية وفقاً لبرنامج مفصل لدينا خطوطها العريضة تقوم على الآتي: 1. دعم القدرات المعلوماتية لوزارة الداخلية وتزويدها بالدعم الفني والتكنولوجي اللازم، وتطوير منظومة البحث الجنائي والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن. 2. رفع كفاءة التسليح الخفيف للأفراد وتزويدهم بوسائل الحماية والوقاية، وتوفير تعويضات عادلة وكافية لأسر ضحاياهم تكفل لهم الحياة الكريمة.
3 تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بعمليات غسيل الأموال وتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن. 4 فصل الجماعات الإرهابية الداخلية عن وسائل الدعم المالي واللوجستي والمعنوي لها داخليا وخارجيا. 5 مواجهة المجموعات الداعمة للإرهاب بالخارج من خلال استراتيجية خارجية شاملة قائمة على دور أوسع لوزارة الخارجية المصرية ترتكز على تقديم الدعم لمجموعات الأقليات المسلمة خارج مصر. 6 تطوير قدرات جهاز الأمن الوطني بحيث تسخر له كافة الإمكانات اللازمة لمكافحة الإرهاب وبحيث يقتصر دوره على هذا الشأن فقط، وتشجيع التعاون الشعبي الداعم للجهاد في هذا الشأن. أخيرا وفي قلب برنامجنا وفي قلب استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب، نحن نؤمن أننا نواجه الإرهاب لأننا نواجه فعلا ينتقص ويهدد الحقوق والحريات، وبالتالي يجب أن تلتزم الدولة في مواجهتها الأمنية على صيانة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في الدستور وعدم مخالفتها، بل وتغليظ العقوبات على أي انتهاكات تقع في هذا الشأن. هذا ملخص وهذه أبرز المحاور الواردة في مشروعنا أو فيما نطلق عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. شكرا لحضراتكم. العدالة الانتقالية ودماء الشهداء، وكلنا نتذكر أيقونات من أيقونات شهدائنا خاصة في مرحلة مواجهة فاشية الإخوان المسلمين، جيكا محمد الجندي الحسيني أبو ضيف يلقي كلمة البرنامج في موضوع العدالة الانتقالية الحج صلاح والد جيكا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أول ما أمر الله به هو العدل، والعدل كما أعرفه العدل يعني القصاص، القصاص من الجميع، من كل من أجرم ومن كل يد قتلت، سواء لبست عباءة الإخوان والإرهاب أو لبست زي الشرطة أو لبست زي الجيش. كل من وجه الرصاص لهذا الشعب لابد وأن يحاكم. هذا هو العدل الذي أعرفه، لا أحاكم أناس دون الناس، لا أحاكم البعض وأهلل الآخر الذي ارتكب نفس الجريمة، جريمة قتل شهدائنا، قتل المتظاهرين. العدل لا يعرف التمييز بين هذا وذاك. مشكلة مصر الكبرى أنها كانت دائماً العدالة فيها غير موجودة. القوانين توضع ولا تنفذ إلا على الضعفاء أو الفقراء، أما الأقوياء والأغنياء فهم فوق القانون دائماً. هذه هي مشكلة مصر ولا زلنا نعيشها، نعيش نفس المشكلة. الإخوان فقط هم الذين قتلوا؟ أنا لا أبرئهم، فهم مجرمون ثرنا ضدهم، ولكن هناك آخرون وجهوا الرصاص لهذا الشعب ولأحرار هذا الشعب ولأبطال هذا الشعب. لابد أيضا أن يحاكموا، لابد أن تكون الحقوبة للجميع، لكل من قتل أبنائنا. نحن لا نريد تعويضات مادية، لا تهمنا في شيء لا تساوي أصبع من أصابع أبنائنا بل ظفر من أظافرنا. أي تعويض مادي، نحن نريد القصاص. لن ينصلح حال هذا المجتمع إلا بالقصاص العادل. عندما تكون هناك عدالة يجب أن تكون على الجميع، على الجنرالات أو على الإخوان، على كل من قتل. فالله لا يميز بين هذا وذاك، فالقاتل عند الله لم يسميه إلا قاتل أيا كان المسمى أو أيا كانت الرتبة التي يحملها.
القاتل هو القاتل دائما، لابد وان يعاقب. عندما يعاقب القتله في هذا المجتمع سنصل الى العداله. عندما يحترم الجميع القانون وينفذ على الكبير والصغير، على القوي والضعيف، على الغني مثلما يطبق على الفقير، سنصل الى العداله. هذه هي مشكله مصر الوحيده، العداله. اما برنامج حمدين صباحي، اذا اردتم ان اتكلم عن برنامج حمدين صباحي فهو يريد حلول ويضع حلول. برنامج الاخرين اعلنوا عنه يعتمد على التسول من الامارات والسعوديه والكويت وغيرها، هذا الذي وضعونا فيه منذ زمن بعيد. نحن نعيش على الاعانات من ايام حكومات مبارك كلها، ونحن هذا الشعب يعيش على الاعانات والمساعدات. هذا شعب مفروض ان له تاريخ عظيم، وهذا بلد رائد في كل المجالات. الصين التي كانت متخلفه عنا بزمن طويل اصبحت الان تتفوق علينا، بيننا وبينها مسافه. الهند، كل هذه الدول التي كانت متخلفه وكنا نحن دوله قبلها بمئات السنين اصبحنا الان نتسول منها. يا اخواني، هذا عار علينا، عار علينا ان نظل نتكلم عن العدل وعن احترام القانون رغم ان غيرنا قد سبقونا بعشرات السنين. اقاموا العدل واحترموا القانون. يوم ان نحترم القانون وينفذ الكبير والصغير، يوم ان تكون عندنا عداله حقيقيه لا تحكم على من يطالب بالحريه بالسجن والغرامه 50,000 جنيه، وتترك القتله واللصوص تبرئهم كل يوم ينالون البراءات، رغم ان الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي السويسري اعلنوا ان لديهم مسروقات تخص نظام مبارك، الا ان نظام مبارك بالكامل يخرج براءه، والمسروقات موجوده مجمده 3 سنوات في سويسرا وسنه لدى الاتحاد الاوروبي، ولكن الذين يحاكمونهم لا يريدون ان يقيموا العداله. عندما تكون هناك عداله سنتقدم ونتحرر. شكرا لكم. الحق في الغذاء وستة حقوق أخرى زائد واحد، هي 7 حقوق حددها المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي باعتبارها ركائز لبرنامجه، وباعتبارها حقوق غير قابلة للنقض لكل المصريين. الحق في الغذاء، والفلاح المصري أصل مصر وصانع الحضارة المصرية، أي صانع وبادئ الحضارة الإنسانية، سيقدمها عن الزراعة والثروة السمكية غذاء آمن وكافي وإنصاف للفلاحين، الأستاذ الدكتور زكريا الحداد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة، تحياتي لكم جميعا. جميعنا يعلم أن مصر تستورد 50% على الأقل من غذائها، ورغم ذلك فنحن نستورد كما تعلمون جميعا أقماح تأكلها الحيوانات وليس الإنسان. وفي المقابل 50% الأخرى التي ننتجها محليا للأسف الشديد هي ملوثة بشكل جاد وحقيقي، وأكبر دليل على ذلك إنتاج الأسماك في مصر. في تقرير رسمي خارج من وزارة الري المصرية عام 2002 يقول إن الأسماك المصرية ملوثة بما يفوق الحد المسموح به عالميا من 3 إلى 5 أضعاف في العناصر الثقيلة، وهنا تسبب السرطان، وتبلغ 13 ضعف في متبقيات المبيدات. ومن المخجل ايضا والمؤسف ان مصر تستورد اقطان لصناعه النسيج فيها، ومصر كانت مشهوره سنه وراها بانتاج القطن والذهب الابيض. هذه هي المشاكل التي يتصدى لها مشروع الاستاذ حمدين صباحي في قطاع الزراعه. ماذا سنفعل حيال هذه المشكلات؟ هناك خطط مدروسه دراسه وافيه، وكل رقم سأذكره لحضراتكم
هو رقم موثوق فيه ويمكن الرجوع إلى مصادره المنشورة في كراسة الدراسات الاستراتيجية للأهرام عام 2002. في بداية الأمر سنمنع نهائيا مصادر التلوث التي تذهب إلى الزراعة المصرية. النيل سيرجع كما كان مرة أخرى طاهرا نظيفا. النيل يلوث بالصرف الصحي والصرف الصناعي، وفي برنامج حمدين في العام الأول سننهي على الصرف الصناعي بتاتا، وسنتعامل مع الصرف الصحي عن طريق ترشيده وتقليل كمياته كما سنذكر لاحقا بما يزيد عن 60% على الأقل. أين سنذهب بهذه المياه؟ الصرف الصناعي والصرف الصحي سنزرع بها غابات حوالين في الظهير الصحراوي للمحافظات لإنتاج أخشاب مصر تستورد منها سنويا بما قيمته 20 مليار جنيه. ده في بداية الأمر. ثانيا، لا يمكن أن نعقل أن استهلاك الفرد في مصر من مياه الشرب يبلغ 300 لتر يوميا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه استهلاك الأوروبي من المياه عن 100 لتر، وفي تونس 35 لتر. ولذلك هناك إجراءات حاسمة في هذا البرنامج لضبط استهلاكنا من مياه الشرب ومساواتنا على الأكثر بالأوروبيين، وإذا ما نفذنا ذلك فسوف نوفر 65% من استهلاكنا لمياه الشرب، وبالتالي 10 مليار جنيه الفلوس اللي بنستخدمها عشان ننظف بها المياه، وبعدين ناخد المياه دي نلوث بها نروح للصرف الصحي نصرف عليه كم 10 مليار، فدول هيتوفروا 20 مليار جنيه هنصرف منهم بقى على ال 100,000 فدان اللي احنا نزرعهم غابات. النقطة الثانية والمهمة جدا بعد ان احنا نقضي على التلوث ان احنا نبص للفلاح المصري. فالفلاح المصري طول عمره مظلوم، طول عمره مغبون، وهو والصياد المصري الاثنين. هذا البرنامج بيعالج المسألة دي. بالنسبة للفلاح سيضاعف دخل الفلاح خلال 4 سنوات. مش هنطبع فلوس ونديله فلوس، لا، احنا هنزود الانتاج بتاعه عن طريق استخدام تقنيات حقيقية تمت في مصر على مدار 30 سنة وصرفت عليها الدولة المصرية 2 مليار دولار واترمت نتائجها في أقرى الزبالة، رغم أنها حققت نتائج حقيقية وزودت الإنتاج بما لا يقل عن 40% في المحاصيل الرئيسية. وبالتالي سنرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب إلى 75%. فيما يتعلق بالقطن المصري واستيرادنا للقطن سوف ينتهي هذا نهائيا، لأن احنا برنامجنا يتضمن زراعة 300,000 فدان أقطان قصيرة التيلة في الصعيد، وهذه الأقطان تتميز إن عمرها في الأرض 6 شهور، فهتاخد مية أقل وبتتجلب الآلات، فليس هناك مشاكل في حصاد. النقطة الأخرى والهامة إن احنا إزاي هنطلع أكل كمان نظيف، إن احنا هنشغل أولادنا في كليات الزراعة والمهندسين الزراعيين في إنتاج الأسمدة الحيوية ووسائل المكافحة الحيوية لتقليل المبيدات، وهذه وسائل مضمونة ومجربة وتقلل استهلاكنا من الأسمدة الكيماوية بما لا يقل عن 10-12 مليار جنيه في السنة. الموضوع الآخر والهام بالنسبة لبنك التنمية والكمان الزراعي اللي أصبح الفلاحين بيخدموه مش هو اللي بيخدم الفلاحين، لازم يرجع البنك تاني، بنك للمزارعين، بنك للفلاحين يساعد على خدمتهم، وصغار الفلاحين المعدمين اللي البنك حاطط عليهم فلوس من هنا لغاية السقف ده عشان خد في الأول 2000-3000 جنيه دلوقتي وصلوا 20-30,000 جنيه، كل ده هيتنظر فيه وهيتشال من صغار المزارعين. بالنسبة لأهم حاجة بقى بالنسبة للأسماك اللي هي عاملة لنا كل الأمراض دي، احنا عندنا برنامج قوي جدا ومدروس بعناية. هل تتصوروا حضراتكم ان مصر تمتلك 11 مليون فدان في البحار ما فيهمش مزرعه واحده سمكيه، والعالم ينتج 40% من الاسماك من البحار وهذه مزارع بسيطه ويمكن انشائها بمنتهى البساطه، كما انه فدان السمك بالنظام الموجود حاليا ينتج 2 طن سمك، 2 طن سمك ملوث. هذا ال 2 طن سمك لو عملنا مزرعه مساحتها 400 متر بنظام اسمه نظام النصف مكثف
400 متر يجيبوا انتاج قد بالظبط 10 فدادين او 15 فدان. ده برنامجنا، وارجو ان احنا نوفق ان شاء الله، وندعو كل المصريين الى انهم يسمعوا هذا الكلام ويفكروا فيه كويس جدا، ويدوا صوتهم لحمدين صباحي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاستاذ الدكتور زكريا الحداد استاذ الاقتصاد الزراعي. هيعمل ايه حمدين صباحي للفلاحين؟ هيضاعف دخلهم في خلال 4 سنوات، وهيرفع محصول الحبوب ل 75% من احتياجاتنا في تقليل الاعتماد. طيب حمدين صباحي هيعمل ايه للمصريين في الصحه؟ استاذ الدكتور عمرو حلمي وزير الصحه السابق ورئيس التيار الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قليل يعرف أن بدء معرفتي بالسيد حمدين صباحي واكتسابه ثقتي المتزايدة يوم بعد يوم كانت في فترة التسعينات، حينما رأيت حرصه الشديد على صحة المواطنين وعلى علاج المرضى. على صحة المواطنين أولاً وما يتعلق بغذائهم الصحي وحياتهم السليمة، ثم على علاج كل مريض يعرف بمرضه. هذا الحرص المتزايد أشعرني أنه رجل ينتمي فعلا لبسطاء هذا الوطن، ويرعى مصالحهم ويهتم لهمومهم. ومن هنا أصبح اكتراثنا عالي بأن نضمن برنامجه الانتخابي برنامجا صحيا وعلاجيا يكفي حاجات المصريين. نحن نؤمن بأن العلاج، الحق في العلاج، هو حق سواسية كأسنان المشط. قد يكون الحق في أي خدمات أخرى مختلفا طبقا لقدرات العقلية أو قدرات المالية أو خلافه، إلا أن الحق في العلاج كما هي مبادئ الإنسانية هو حق متساوي كأسنان المشط. لا فرق بين من هو يملك قدرات عقلية فائقة أو متوسطة، ولا فرق بين من يملك قدرات مالية عالية أو بسيطة. هذا مبدأ عام علينا أن نحقق من خطوات البرنامج ما نصل به إليه. الوصول إليه هو في مبتغاه بتحقيق ما نسمى برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وكل كلمة في هذه التسمية لها معنى تضمن استمرارية البرنامج ونجاحه وتطبيقه بنفس المعايير على كل المواطنين. المبتغى النهائي أن نصل إلى برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وكما قلت كل كلمة في هذه التسمية لها معنى تضمن الاستمرارية والسواسية في التطبيق على جميع المواطنين بلا استثناء. رأينا أن انخفاض مستوى الخدمة الصحية سببه في 83% لسوء الأداء، و 17% فقط لنقص الإمكانات. ولتحسين سوء الأداء هناك برامج كثيرة. أولا للتدريب المتواصل وللتقييم المتواصل لمقدمي الخدمة. احنا عندنا مثلا بالنسبة للأطباء الترخيص بمزاولة المهنة يبدأ في بداية العمر وبداية اشتغاله بالمهنة، ثم يمضي إلى آخر العمر في ممارسة المهنة دون أي مراجعة. لابد من مراجعات للتراخيص حسب التقدم في المستوى العلمي وحضور المؤتمرات وخلافه. ده تدريب متتالي، لكن معاه كمان الرعاية اللازمة لمقدمي الخدمة الصحية من ناحية الأماكن التي يقيمون فيها ويؤدي فيها الخدمة الصحية والدخول التي تكفيهم. لكن نيجي للإمكانيات اللي هي ناقصة، لقينا أن مقدمي الخدمة الصحية في مصر أنواع مختلفة وشتى، زي خدمات وزارة الصحة، ثم خدمات القطاعات الطبية في الجيش والشرطة والنقابات، ثم القطاع الخاص. وكل ده إذا حطينا إمكانيات كل قطاع على ورق شفاف
وحطناها فوق بعض فيحدث تكامل. فنحن نهدف إلى التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية في مصر حتى لا نحتاج إلى إمكانات أكثر مما نستطيع. الإمكانات في مصر متوفرة ولكن ينقصنا التنسيق بينها، والتنسيق من أجل تقديم خدمة متكاملة شاملة. التأمين الصحي إذا طبق كما نرجوه سيكون هناك رغبة من المقدم الخدمة الصحية، سواء عيادة صغيرة خاصة أو مستشفى استثمار كبير أو مستشفى في وزارة الصحة أو وحدة صحية في وزارة الصحة أو مستشفى للشرطة أو مستشفى للجيش أو لأي نقابة، يكون هناك تسابق بأن يأخذوا قبول دخول تقديم خدمة في التأمين الصحي الشامل. هذا التسابق والذي نعني به أن سيصبح كل مقدم للخدمة سواء في وحدة نائية أو في مستشفى مركزي أو مستشفى في القاهرة هو يفتخر بالمكان الذي يعمل به، لأنه ما نسميه التسلسل الوظيفي هيعطيه هذا الحق. من هنا البرنامج الصحي والعلاجي برنامج شامل يضمن تغيير حياة المصريين وحقهم في العلاج، ويبدأ ببرنامج عاجل في السنوات الأربع لإصلاح 57 مستشفى مركزي في الصعيد في حاجة شديدة جدا إلى إعادة الإصلاح فيهم وإعادة التجهيزات عشان نضمن مكان كويس لمقدم الخدمات الصحية هناك. أتمنى لمصر والمصريين كل التوفيق والسداد بإذن الله، وشكرا. حق المصريين في التعليم واحد من الحقوق السبعة. الأستاذ أحمد السنجيري. مساء الخير على حضراتكم. الأول أنا كنت عايز أبدأ أتكلم في التعليم، بس كان في مقدمة الأول عشان نعرف أو تعرفوا رؤيتنا للتعليم إيه. لما قامت ثورة 25 يناير كانت قامت بسبب أسباب وما كانتش مؤامرة زي ما الناس بتقول، والنقطة دي أنا بأكد عليها إن 25 يناير ما كانتش مؤامرة. نسبة الفقر اللي كانت في البلد ما كانتش مؤامرة. نسبة الجهل اللي كانت في البلد ما كانتش مؤامرة. الناس اللي كانت بتموت وهي واخد اليخت ولا واخد السفينة عشان يسافر بيها وهربان من البطالة ما كانش فوتوشوب. الناس اللي بتنام تحت الكباري والناس اللي بتنام في عربيات القطارات والناس والحاجات دي كلها ما كانتش فوتوشوب. الحاجات دي كانت حقيقة. وحاجة بسيطة جدا عشان تعرف الكلام ده مؤامرة ولا لا، انك تبص حواليك وانت تقدر تقيم الموضوع. بص لابنك، شوف ابنك شغال ولا قاعد من غير شغل. بص لبنتك، شوفها اتجوزت ولا لا. بص لمرتبك بيكفيك ولا لا. عشان كده احنا اساس البرنامج بتاعنا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والكرامة الانسانية، ودي اساس او فكرة او الاسس الاساسية اللي قامت عليها برضو ثورة 25 يناير. لما فكرت ان انا اشارك في برنامج الاستاذ حمدين، احنا المهندسين دايما بنحب 1+1=2. يعني عندي مشكلة مش هفضل اتكلم في المشكلة دي 50 صفحة وفي اخر سطر اقول احنا عندنا الحل، بس مش هنقول لكم الحل عشان الحسد. لا، احنا بالمهندسين بالنسبة لنا 1+1=2، في مشكلة حلها 1، 2، 3. لما شاركت مع الأستاذ حمدين وأعضاء لجنة البرنامج الكرام في كتابة البرنامج، كنت عايز أشوف في البداية هل هو ده المبدأ اللي هم ماشيين بيه ولا لا. اكتشفت إن الناس دي على قد ما بتقدر بتقلل الكلام في موضوع المشكلة. أنا عندي مشكلة فلانية وعندي الحلول 1، 2، 3. ودي حاجة من الحاجات اللي شجعتني جداً ان انا اشارك في البرنامج وان انا انزل ادي صوت الاستاذ حمدين، لان هو بيراهن على البرنامج بتاعه، بيراهن على المشروعات اللي عنده قدام اي حد مختص في المجال. لما بتعرض عليه الحل يبقى انت بتحط نفسك في مواجهة انك تقيم الحل ده هل هيفيد ولا مش هيفيد. غير لما انا ما عرضش الحل بيبقى الموضوع بالنسبة لي عايم ما اقدرش امسكه. بالنسبة لموضوع التعليم، التعليم هي المشكلة، تعتبر مشكلة أساسية عندنا في مصر.
انا هدخل في الحل على طول او هدخل في المشكله. انتوا عارفين المشكله، مش عايز اتكلم في الحل كتير. كل اللي احنا عايزينه في البرنامج وصول مصر الى المعدل العالمي للدول الخاليه من الاميه. المعدل ده بيبقى اقل من 7%. يجب مضاعفة نسبة الانخفاض السنوي للأمية من 8% ل 4% سنويا لتصل إلى الهدف بعد 5 سنوات. طيب عشان نحقق ده هنعمل إيه؟ هنعمل 1، توجيه ميزانية الدولة إلى المناطق الأكثر احتياجا في مجال البنية الأساسية. 2، إعداد برنامج ومناهج تعليمية وتوعوية وثقافية وفق احتياجات الأمين ووفق لمناطق الجغرافية المختلفة. الإعداد والتأهيل الجيد للمعلم، تعلم الكبار، ودي عندنا مشكلة لازم نعترف بيها. لازم المعلم اللي واقف بيشرح درس أو بيدرس في الجامعة لازم مش يبقى على قد المنهج اللي هو بيدرسه بس، لا، لازم يبقى عنده ثقافة وتوعية بأمور كتير جداً. رابع حاجة، تقديم حافز وامتيازات الأمين وربطها بمعايير وشروط الانتظام واجتياز الاختبارات واستثمار البناء في التعليم. 5، الحد من التسرب من العملية التعليمية، ودي مشكلة كبيرة، مما يؤدي إلى خلق أمية جديدة سنويا. 6، وضع سياسات فاعلة توجه للمرأة الأمية حيث أنها أكثر انتشارا وتمثل 2/3 من الأمية، حوالي 13 مليون امرأة. 7، تطوير سياسات المتابعة والتقييم وقياس الأثر المعتمد على تحسين الأوضاع المعيشية وتطويرها. 8، وضع سياسات فاعلة لتحقيق وتنفيذ هذه الأهداف. أنا متشكر جدا لحضراتكم وبشكر اللجنة اللي أنا اتعلمت منها على مدار الكام شهر اللي فاتوا واستفدت بخبراتهم، وبدعوكم انكم تصوتوا للاستاذ حمدي. متشكر جدا.